موقع إرجاء الصديق أو مثل ما سمته شركة إيبك جيمز فورتنايت حكت عليه إنه باسم البرنامج ريبورت أ فريند، هذا عبارة عن إنك أنت ترجع صاحبك وتأخذ من وراه جوائز. يعني صاحبك اللي صار له زمان ما لعب اللعبة، قل له تعال العب معي وشير معه هذا المقطع وفيد أنت واستفيد أنت وصديقك مع بعض. فإن شاء الله بهذا المقطع رح أشرح لك كل شيء عن الإنفايت وكيف تعمل له دعوة وتلعبوا مع بعض وتحصلوا الجوائز اللي ظاهرة أمامكم بالصورة. فمشان هيك لا تنسى تشير هذا المقطع مع صاحبك اللي بدك تعمل معه هذا الموضوع مشان تحصلوا الجوائز، ولايك بهن جدا، تعليقك طبعا بهن جدا ليوصل المقطع لكل مكان، اشتراك تفعيل زر الجرس، ويلا مع بعض فلا والله بسكان الطاولة الأرضية وفيديو جديد. بالنسبة لموضوع إرجاء الصديق اللي كل الناس عم تحكي عليه وشركة فورتنايت عم تحكي عليه واليوم نزل معنا بشكل رسمي اللي هو بتاريخ 14/12/2020، هذا إن شاء الله البرنامج رح يكون معنا لمدة 20 يوم بالضبط ورح ينتهي. هذا البرنامج رح تفوت عليه عن خلال الموقع تبع شركة إيبك جيمز، إنك أنت تعمل دعوة لصاحبك تفوتوا تلعبوا مع بعض وتحصلوا الجوائز كلياتها اللي ظاهرة امام. خلينا مع بعض ننتقل لموقع ايبك جيمز وورجيكم شو هو الموضوع. طبعا هذا هو الموقع مثل ما ظاهر امامكم موجود تحت بالوصف. كل عليك انك انت اول ما تفتحه بتعمل تسجيل دخول، في هون تسجيل دخول بالزر الاصفر فوق على اليمين بتكبس عليها وبتعمل تسجيل دخول. بعد ما تعمل تسجيل الدخول انا سجلت بحساب نيمو 9 تبع اليوتيوب اللي كلياتكم بتعرفوه، مسجل فيه وانا خالص. مجرد ما انك انت تسجل بالحساب بعد ما فتحت على الموقع بتعمل هيك بتدور هون لتحت. انا طبعا بهذا الحساب ما عندي اصدقاء زيادة اني ما بلعب فيه كتير، بس بتلاقي هون الاصدقاء اللي انا عندي تقريبا اللي هن صلون اكتر من 30 يوم ما لعبوا لعبة فورتنايت. مثلا في عندكم مستر زيكو منذ شهرين، في عندكم محمد منذ شهر، في عندكم محمد الثاني كمان من 4 اشهر، يعني هدول الشباب اكثر من شهر صلوا مو لعبانين اللعبه. فهدول الاصدقاء انت رح تقدر تعمل لهم ارجاع الى اللعبه وتعمل لهم دعوه. ولكن قبل ما نحكي عن موضوع الدعوه خلينا نطلع تحت لتشوف شو الموضوع تبع المكافآت. خلينا مع بعض مثلا نختار مستر زيكو اللي ظهر امامكم. هل انت متاكد يا شباب؟ عم يسالوك هل انت متاكد، لانك ما بتقدر تغير الصديق اللي انت هلا عم تدعي. يعني مجرد ما انك انت تدعي لهذا الصديق خلص هذا الصديق رح يلعب معك لحتى تقدروا تحصلوا الجوائز مع بعض. تعمل نعم انا متاكد، بعد منها بيظهر هذا امامك بيقول لك لقد نجحت تم ارجاع صديقك الى اللعبه. تعمل نسخ الرابط وخلينا مع بعض نشوف شو هو هذا الرابط وشوفي. هذا فيه عبارة عن الانفايت تبعك تبع صاحبك، ولكن بعد منها بتسكر هاي وبتنزل لتحت. خلينا مع بعض ننزل على المكافآت. بالنسبة للمكافآت تحت بتلاقي الرتبة الأولى اللي هي مجرد ما تلعب معه مباراة واحدة رح تاخذ هذا الايموجي اللي ظاهر أمامكم اللي هو عبارة عن الفان تبع سيارة فورتنايت. وتاني شيء لما تلعب معه 5 مباريات بيعطوك هاي النغمة تبع اللوبة اللي ظاهرة أمامك باسم تتبع المسار. بعد منها بتلعب معه 10 مباريات بتاخذ البيكاكس اللي ظاهر أمامكم، وبتلعب معه 20 مباراة بتاخذ الغلاف اللي ظاهر أمامكم. أنا بالنسبة لي اهم شيء البيكاكس، يعني بالنسبه للبيكاكس اهم شيء الي واهم شيء الكم طبعا. هذا البيكاكس بتلعب معه 10 اجيال، شرحت لكم اياها بالتفصيل الممل عشان ما حدا يجيني بالتعليقات يقول لي طب ينفع العب مع غيره واخذ الجوائز. لا ما بينفع، لازم تلعب مع زيكو اللي انا عملت له انفايت، مع حبيبي وصاحبي اللي هو فعلا سحب على اللعبه ما كنت اعرف ليش. فهذا الشخص يا شباب زيكو هذا لازم تلعب معه فقط لا غير، ما بتقدر تلعب مع واحد ثاني. وهلا هون بقى خلينا ننتقل بالنسبه للرابط اللي اعطونا اياه. اول شيء مثل ما شفتوا هذا الرابط يا شباب كل اللي عليك انك انت تشوفه وهي اللي نبدا وما في اي شيء ثاني، ونفس الاسم اللي هو زيكو. ولكن انا بنصحكم لا تعملوا تبديل اللاعب يا شباب لانه عم يصير فيها مشاكل، وهي اول مره انا بشوفها اصلا. يعني لما شفت انا على بيانات الموقع وشفت الموضوع من اوله ما كانت موجوده هي القصه معنا. فانا بنصحكم لا تعملوا اعاده صديق او تبديل الصديق هي. خلاص طول ما انت اخترت زيكو مثلا مثل اللي عندي انا، اختار صديقك اللي بدك تلعب معه، وضعك هيك بالتمام وبالسليم. لو محتاجين اي شيء اكتبوا لي تحت بالتعليقات، كود دعم بالاتم شوب نيمون سالي زار امامكم وبرعايه الله.